كانوا عندنا جوج الخصوم كان خصم من عيار ثقيل هو الوداد البيضاوي اللي كيبقى واحد من احسن الفرق الافريقيه بالترسانه ديال اللاعبين ديالو وبالتشريبه ديالو والخصم الحقيقي كان عندنا هو الغيابات غيابات ثلاث عناصر ثلاثه لاعبين مطرودين في المباراه ديال الحسنيه اللي هما حيبور وحمزه حجي وهاريس اضافه للاعبين مهمين اللي هما مفضل البحرين اللي تصابوا لنا في التدريب وإلى أنه البدلاء اليوم فرحوني داروا مباراة كبيرة كانوا نديين كنا نقدروا نسجلوا في أكثر مناسبة هدف ديال التعادل أعتقد أقل شيء كنا نخرجوا به هو التعادل ولكن راضي على العطاء ديالهم واليوم كنزيد نتاكد مره اخرى على انه في 19 المباراه اللي متبقيه عندنا كل الاليات ان شاء الله باش نمارسوا حقوقنا لضمان البقاء ملي غنرجعوا ان شاء الله المصابين المطرودين ديالنا فريق ديال سريع واتزام غيقول الكلمه دياله هنيئا الفريق الوداد اللي كان جيد حظ اوفر الفريق واتزام اللي كان كيستاهل شي حاجه اكثر من الخساره <applause>